تتوالى الأزمات على القطاع الصحي بعد نحو أسبوعين من الاشتباكات المتواصلة بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث أعلن تجمع الصيادلة المهنيين أن عددا من المخازن والمصانع والصيدليات تم نهبها مؤخرا، مما سيلقي بظلال سالبة على هذا القطاع. للتعرف على الآثار السالبة لهذا الأمر نلتقي بالسيد عثمان سنهوري من داخل إحدى الصيدليات للتعرف على يعني كيف يا دكتور يمكن أن تؤثر عملية نهب الصيدليات ومخازن الأدوية والمصانع على توفير الأدوية خصوصا داخل الأحياء الشعبية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد حيكون عندها تأثير مباشر على عملية الإمداد للصيدليات اللي أصلا بدأت تعاني بشكل واضح من مشكلة نقص الإمداد. الآن الصيدليات على قلتها، يعني إنه الصيدليات الفاتحة عددها بسيط جدا، الدول فيها نسبة الزحام الشديد والرش الشديد اللي كان في الفترة اللي فاتت عليها لطلب الأدوية العالي، حصل شح في الأدوية، يعني زي ما بتلاحظ هنا الصيدلية الشح شديد في الدواء لدرجة نحن سبقينا حتى المريض، يعني اللي بيطلب دواء ضغط صندوقين او ثلاثه لمده شهرين او ثلاثه شهور ما بنديه، ونحن بندي صندوق واحد 30 حبه على اساس انها تمرر يعني العيال لمده شهر، ودي حاجه خطيره شديد بتاثر في ناس عندها امراض مزمنه ما بيستحمل انه يقطع عنده الدواء لمسافات طويله. ففعلا بعض المصانع تاثرت بالحرب وقصفت بعض مصانع الادويه، كمان بعض الشركات والوكلاء الأدوية السبيجن زي ما نحن بنقول عليهم تعرضت الشركات دي لعمليات بتاعت نهب، وده حيأثر زيادة في عملية نقص الدواء اللي أصلا مش كان ناقص، يعني ما كان ناقص تحصل له حاجة زي كده. إذن فإن المخاوف تزداد من تأثير النقص الحاد في الأدوية ليس فقط على قطاع الجرحى بالمستشفيات بل على كافة المرضى والأطفال. يأتي ذلك وسط تحذيرات من كارثة صحية محتملة حال تفشت الأمراض والأوبئة.